أهلا بكم في الملعب في حلقة هذه الليلة العديد من المواضيع واللقاءات والانفرادات أيضا تتابعونها إن شاء الله في الساعة المقبلة. البداية بالعناوين. الزعيم في مهمة عبور سد قطر. والعميد بقسوة الظروف يتحدى العين. تسعة عشر هدفا في الجولة الثانية والملعب يختار الأجمل. أهلا بكم في الملعب. ضيفا هذه الحلقة النجم المونديالي الشهير فؤاد أنور، ومباشرة من الدمام الإعلام الرياضي محمد الشيخ. حياك الله فؤاد. حياك الله محمد. هلا والله بدر. طيب، بالأمس طرحنا موضوع أو تصريح كان للدكتور حافظ المدج حول موضوع الاستئناف نادي الاتحاد. تصريح الدكتور اللي خرج في صحيفة الرياضية اللي أكد فيه أن هناك خطاب أتى من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم يتم الرد عليه من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال المهلة المحددة. أيضا تحدث في التوضيح عن يجب أن تفعل لجنة العلاقات الدولية في الاتحاد السعودي لكرة القدم لمثل هذه المواضيع والمواضيع الشبيهة في تلك القضايا. تداخل معنا المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ عدنان المعيبد الذي أكد أن الخطاب تم إرساله إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من الاتحاد السعودي، وأن لجنة العلاقات الدولية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ليس لها أي علاقة في مثل هذه المواضيع وأنها مختصة بمواضيع أخرى. للتوضيح أيضا في هذا الموضوع أستقبل هاتفيا الدكتور حافظ المدلج عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي ورئيس لجنة التسويق. دكتور مساء الخير. مساء الخير بدر وضيوفك والمشاهدين. دكتور أحتاج منك تعليق على نقطتين أنا ذكرتها. الأستاذ عدنان المعيبد بالأمس نفى ما تحدثت به وأن الاتحاد السعودي لكرة القدم قام بإرسال الخطاب للاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال المهلة المحددة. الشيء الآخر ذكر أن لجنة العلاقات الدولية ليس لها علاقة في مثل هذه المواضيع. تفضل. والله أولا أنا بقول أنه هذا إن شاء الله راح يكون تعليقي الأخير على موضوع الاستئناف، وسعيد أنه يكون من خلال قناة الوطن. ونحن نشكرك أيضا. وباختصار شديد المعلومة المؤكدة عندي أنه في خطاب جاء بعد أحداث المباراة اللي صار فيها إصابات الجماهير ورفع فيها تقرير حكم المباراة. عادة الاتحاد الآسيوي لما يستلم تقرير الحكم يرسل للاتحاد في انتظار رد الاتحاد وتوضيحاته. الاتحاد السعودي ما عليه ملامة، متأكد أنه مرر الخطاب مباشرة لنادي الاتحاد. نادي الاتحاد قد يكون منشغل بفترة يعني ما بين الموسمين ونهاية الموسم السابق، وإدارة جديدة توها كانت مستلمة النادي في مدة شهر تقريبا. الرد على الاتحاد الآسيوي كان مفروض يصير خلال مهلة أسبوعين. المعلومة اللي عندي وما هو بالتلفزيون مجال ذكر المصادر، لكن إذا بغى الأستاذ عدنان المعيبد يتصل فيه وأبلغ يعني مصادري، أنه الخطاب ما جاء إلا منتصف شهر جون. الرد المفروض كان يأتي في نهاية شهر مايو، لكنه لم يصل للاتحاد الآسيوي إلا في 12 جون بعد المهلة. يعني دكتور بعد المهلة. والرئيس لجنة الانضباط لما يعني صار القرار وحاولنا يعني التواصل معه عن طريق أمين عام الاتحاد الآسيوي، قال أنه مستاء جدا من قضية عدم الرد وعدم الاهتمام، وأنه يعني القرار السابق أصلا كان يقول أنه إذا تكررت يعني تكررت الأخطاء من الجمهور سيتم منع الجمهور من حضور مباريات ويعطوهم مهلة 6 أشهر. ومع الأسف تكررت الحادثة بشكل أكبر وأصيب 6 أشخاص، واحد منهم دخل العناية تقريبا. يعني هذا الأمر كان هو السبب الرئيسي في أنه تكون العقوبة توقع، وإحنا عندنا تحذير مسبق
بأنه إذا تكررت العقوبة راح يكون في منع الحضور الجماهيري. موضوع لجنة العلاقات الدولية ودارة العلاقات الدولية، هذا الموضوع أنا تكلمت عنه من زمان، ويعني طالبت بإنشاء هذه اللجنة حينما كنت عضو في الاتحاد، وأرجع مرة ثانية وأطالب فيها. ويعني هي موجودة دكتور، عفوا موجودة، هي موجودة لكن من فعل. أنا اللي أبغى أوصل له أن لجنة إدارة العلاقات الدولية في الرئاسة للهيئة العامة للشباب واللجان، لجان العلاقات الدولية في الاتحادات، يفترض أنها تكون قواعد بيانات وتكون تعمل عمل مؤسساتي ضخم ومستمر لمد جسور التواصل مع الاتحادات الدولية والقارية والاتحادات الأخرى الشقيقة، ومعرفة الشخصيات المؤثرة ومعرفة لجان الاتحادات إلى آخره. هذا العمل مو بعمل بسيط. يعني أعطيك مثال، لجنة العلاقات الدولية هذه المفروض هي اللي تستقبل مراقب المباراة أحسن استقبال، وتطلع من المكتب التنفيذي وتسكنه في أفضل مكان وترعى راحته، لأن هذا الشخص اللي بيكتب تقارير المباريات وعلى ضوها تتم العقوبات وغيرها. لجنة العلاقات الدولية هذه هي المفروض لما يصير الخطأ اللي صار هي أول من يبادر بصياغة الاعتذار للاتحاد الآسيوي وإيجاد المبررات والتعهد بعدم تكرارها والمحاولة إيضاح الخطوات اللي اتخذها الاتحاد السعودي والأندية السعودية لحق الناس المشاغبين اللي سووا الخطأ اللي بموجبه تكبدت الكرة السعودية وجماهير نادي الاتحاد هالقرار. ولجنة العلاقات الدولية هذه هي المفروض أنها أيضا فوق هذا كله يعني تواصل عملها في أنها تتأكد من أنه هذه الإجراءات ما تصير. اللي يصير عند غيرنا، أعطي بس مثال، في اتحادات أخرى، أنه لما يصير حدث من الجمهور قبل ما يكتب مراقب المباراة تقريره، تكون إدارة العلاقات الدولية ولجنة العلاقات الدولية قد أرسلوا وبذلوا جهودهم قبل ما يوصل تقرير مراقب المباراة للاتحاد الآسيوي، ويكون تقرير لجنة العلاقات الدولية في الاتحاد المعني وصل وفيه الاعتذار وفيه كل شيء، عمل كامل. أيضا العلاقات الدولية ذي مسؤوليتها حتى في قضية الترشيح وكذا. أنا أبغى أقول نقطة مهمة وأرجو أن الكل يسمعني، قد تكون هذه الأشهر الأخيرة لي في الاتحاد الآسيوي، لأنه أنا تعودت أني أسلم الراية لمن جاء بعدي. أنا عملت في الاتحاد السعودي 11 سنة، وفي عام 2011 يعني تنازلت عن مقعدي وما دخلت لا للجمعية العمومية ولا انتخابات، تركت الرابطة، وقلت وقتها أنه أيضا إذا انتهت فترتي في الاتحاد الآسيوي سأغادر. لكن أنا أتكلم عن اللي بيجون بعدنا، لابد أن يكون اختيارات دقيقة. يعني أنا معليش لجنة الاستئناف أقدر وأجل وأحترم صديقي وزميلي في الاتحاد سابقا إبراهيم الربدي، لكن أنا بحاجة إلى إنسان قانوني، إلى إنسان شاب، إلى إنسان يتحدث اللغة بطلاقة، إلى إنسان حيوي يحضر ويتفاعل ويتواجد مع اللجان. إحنا اختياراتنا إذا ما كانت مبنية على أسس من خلال هذه الإدارة، إدارة العلاقات الدولية بالرئاسة واللجان، لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وقمنا باختيار أفضل الشخصيات. أنا أبغى أشوف ياسر المسحل، أبغى أشوف فيصل قحطاني، أبغى أشوف محمد محي الدين عبد الفتاح ناظر، أبغى أشوف الشاب. لكن الخبرة 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 دكتور، الخبرة لها علاقة. يعني الأستاذ إبراهيم الربدي في يا حبيبي معليش، إبراهيم الربدي عشان أكون صادقين أنا قدره واحترمه وجل، لكن يعني ترى ممكن حتى هو دكتور يسقط عليك الآن. أنا أقول شيء، أنا إبراهيم الربدي أقدره واحترمه، ولكن تسألني أنا أقول ليس يعني ليس الشخص المناسب في المكان المناسب. أنا أحترم إبراهيم الربدي في أماكن أخرى، في لجان تصيغ لوائح، نظم ممتاز جدا في هذه الأعمال، لكن قضية التنقل السريع بين دول العالم وحضور اجتماعات وهذه يبغى لها يعني شاب. نحتاج إلى شباب، نحتاج إلى شاب سريع الحركة خفيف، بإمكانك أن تقول الآن اركب الطيارة وروح لكوالالمبور، نبغاك تكون موجود في المحفل الفلاني، نبغاك يعني طيب. القضايا ذي ما فيها مجاملات. أنا أرجع مرة ثانية أقول إبراهيم الردي على راسي من فوق، وأبو خالد من أفضل الناس والخبرات، لكن في مجال صياغة النظم، صياغة اللوائح، له عمل جبار قام به في اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا، لكن أنا أقول المهام دكتور الدولية والمناصب الدولية لا مجاملة فيها. دكتور عفوا بس خلني لا بخليك تكملها بس خلني أقولك الآن، يعني المشاهد لما يسمع مثلا كلامك يقول
يقول كيف ممكن نحل مشاكلنا الآن في آسيا والدكتور حافظ مثلا يطالب بتغيير الطاقة السعودية الموجودة في الاتحاد الآسيوي؟ مثل هالتأويلات هذه تحدث دكتور. معليش بدر بقول لك شيء، اولا انا لا اطالب بخلاص احد، انا قاعد اقول ان كان عندنا احنا في الاتحاد الاسيوي 8 اشخاص، والثمانيه اشخاص هذول 3 منهم فقدناهم لان اللجنه اللي كانوا موجودين فيها لجنه مؤقته هي اللي اسست لدوريات المحترفين في اسيا كلها، وكانوا يعملون بكفاءه اللي هم محمد النويصر وياسر المسحل وخالد المعمر. لما حلت هذه اللجنه انا طلبت من الاتحاد السعودي ان الثلاث اشخاص هذول لابد يوزعون على الاجهزه في الاتحاد الاسيوي ونضغط على عودتهم، بدل ان يعود ياسر المسحل وخالد المعمر ومحمد النويصر، يعني اللي هم عندهم خبره تراكميه وعملوا في الاتحاد الاسيوي وعندهم علاقات، لا قطعناهم من الاتحاد الاسيوي ودخلنا ناس اول مره يروحوا الاتحاد الاسيوي عشان يتعرفون على الناس من جديد. انا اللي ابغى اقوله انه بناء الخبره التراكميه هذا عمل اداره العلاقات الدوليه في الرئاسه ولجنه العلاقات الدوليه في الاتحاد السعودي طيب. كرة القدم ما بعملها بس ترد على خطاب، بس عملها ممتاز. أنا تضع نظام مؤسسي واضح. جميل وضحتها دكتور. خلني أسألك سؤال بس أبغى إجابة مختصرة. أنت ذكرت أنك راح تترك الاتحاد الآسيوي بعد شهرين، يعني خلاص ما راح نشوف الدكتور حافظ المدلج في الاتحاد الآسيوي؟ والله شوف أنا يعني أكون صادق معك، أنا سبق وقلت يعني من زمان يمكن من أكثر من عدة سنوات أنه يعني 2015 هي آخر عهدي باللجان والأعمال سواء في الاتحاد السعودي أو الآسيوي. غادرت الاتحاد السعودي والرابطة في 2011، والآن عندنا في إبريل 2015 في انتخابات جديدة. أنا صراحة أتمنى أنه يعني يكون فيه عمل منسق ونجتمع ونختار الكوكبة اللي ممكن تبقى في الاتحاد لفترة طويلة. أنا عني سويت اللي علي يعني ممتاز. 8 سنوات ويعني ودي أني أفتح المجال لغيري، لكن بشرط أنه ممكن يكون شباب أصغر وأفضل وأكثر حيوية. دكتور ممكن ترشح نفسك لرئاسة الاتحاد السعودي يعني الفترة القادمة؟ لا والله ما الحين أنا أبغى أبعد عن يعني أبغى أترك المجال يعني لغيري، ما أبغى أزاحم أحد على مقاعد أخرى. عموماً بالعكس يعني الاتحاد السعودي أنا أعرف أنه فيه كوادر في الأندية قادرة على أنها يعني تسير الاتحاد السعودي حالياً ومستقبلاً، وأرجو أنه يعني الزملاء الإعلاميين يعني يعذروني أنه هذه آخر مداخلة لي في شأن الاستئناف. ألف شكر لك. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور حافظ المدلج عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شكرا لأنك خصيت الملعب بتصريحك الأخير حول هذا الموضوع. برجع لك فؤاد انت محمد، بس انتقل الى موضوع ساخن اكثر. الرئيس نادي الفيصلي الاستاذ فهد المدلج اليوم اطلق الرصاص ضد رابطه دوري المحترفين وضد الاتحاد السعودي وضد كل شيء. خلونا نشوف هذا اللقاء. والله اشوف يعني أنا أقدر جميع المسؤولين في الاتحاد السعودي وعلى رأسهم أخي الأستاذ أحمد عيد وجميع زملائه، أقدر الأستاذ محمد النويصر، ولكن أنا ضد المنهجية اللي اتبعوها مخالفة لتعاليم الاتحاد الدولي، أيضا خرق واضح وفاضح للنظام الأساسي. أتمنى يعني أن يرجع للنظام الأساسي. المادة اللي تخص رابطة دوري المحترفين هي المسؤولة عن جميع استثماراتها ومداخيلها وتوزيع وآلية توزيع المداخيل وعقود الاستثمار الخاصة بالرابطة، هي الرابطة هي مسؤولة عنها. نختلف الرابطة، نختلف مرة مرتين ثلاث، ولكن نصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. هذا أفضل بكثير من خرق نظام أساسي معمول من الجمعية العمومية. الجمعية العمومية في الاتحاد السعودي هذا خط أحمر لا يمكن للأستاذ أحمد عيد لا محمد النويس ولا غيره تجاوزه، ونعتبر هذا خرق. أناشد جميع زملائي إخواني في الجمعية العمومية التدخل، حتى لو وصل الموضوع أن احنا نكتب عقد جمعية عمومية طارئة إذا لم
يتم الرضخ لعقد جمعية عمومية نوقع على ورقة جميعا. شكرا لزميلنا أحمد الوليدي الذي أجرى هذا اللقاء. فؤاد تعليقك ما ذكر فهد؟ والله احنا مشكلتنا بدر، انت عاد عضو جمعية عمومية. ايه عضو جمعية عمومية ايه؟ لكن هو رئيس نادي ومن حقه انه يتكلم عن ما يعاني منه. والشيء الثاني ان الاخ محمد النويسر انا اتوقع ان الفترة اللي راحت على الاقل قام بمجهود يعني يعني جيد في 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 دوري رابطة المحترفين. لكن مشكلتنا ان بدر مشكلتنا ان ما نجتمع ولا نجلس مع بعض الا اذا صارت مشكله يعني. وهذا عيبنا احنا. مقنع هو مقنع في كلامه بالنسبه لك انت؟ خلت بما ان نتحدث عن الجمعيه العموميه، هو اول شيء كعضو جمعيه عموميه، اول شيء كعضو جمعيه عموميه وكزميل ورئيس نادي انا ما اقدر اقول رايه، هو قال رايه. ولكن انا اقول المشاكل اللي وصلتنا نطلع ونصرح ونطلع نجلس ونطلع نتهم او نبغى نشيل رئيس لجنه او رئيس اتحاد او ذا، مشكلتنا هو ما يقول نشيل رئيس لجنه، هو يقول نجلس على طاوله واحده ونتفاهم اذا حبوا نتفاهم. في الاخير انت قلت قبل شوي فؤاد هو رئيس نادي. اي انا اقول لك يعني في الاخير هو يعني اقول لك وش اللي وصلنا للمرحله هذه، وصلنا للمرحله هذه بدلنا ما نجلس مع بعض ولا نجتمع مع بعض. مثلا رؤساء الانديه من حقهم ان يجلسون مع محمد النويسر وايضا لجنه المسؤوله عن يعني العقود، مسؤوله عن رعايه الانديه، يعني المفروض انه باستمرار يعني انهم يجلسون وانهم يحلون يعني مشاكلهم. طيب. لكن احنا حقيقه يعني ما نسمع انهم جلسوا ولا اجتمعوا ولا قرروا ولا عطوا. طيب. ولا ذا الا لما تصير مشكله نشوفها على التلفزيون. خلينا نسمع الجزء الثاني من حديثه وبرجع لك محمد للتعليق. جميع زملائي اخواني في الجمعيه العموميه التدخل، حتى لو وصل الموضوع ان احنا نكتب عقد جمعيه عموميه طارئه اذا لم يتم الرضخ لعقد جمعيه عموميه نوقع على ورقه جميعا ونرفعها الى الاتحاد السعودي ثم الى الرئيس العام ثم الى الاتحاد الدولي، نطلب عقد اجتماع طارئ. وهذا خولها لنا النظام الأساسي بعقد جمعية بأنفسنا إذا لم يتجاوب خلال شهر من تاريخ عقد الجمعية، وكل شيء في مظلة جمعية عمومية سيحاسب كل إنسان على تقصيره وعلى خرقه النظام. أستاذ فهد أنتم تخالفون رابطة الدوري المحترفين في قرار ما هذا، ما في يعني اجتماعات قبل قرارات قويه مثل كذا معكم؟ ابدا، احنا الان في يعني لا يوجد اي رابطه، يعني احنا الان لنا سنه وشهرين تقريبا معد 14 شهر لم نقم باي اجتماع في مجلس اداره الرابطه، معناها ان ايضا الجمعيه العموميه الان حنكمل السنه تقريبا لم يعقد اي جمعيه عموميه، عقدت جمعيه عموميه ابان انتخابات، فاعتقد انها بعد انتخابات انتهى دور الجمعيه العموميه للاسف الشديد. استاذ فهد بالحديث عن مباراه الفتح، كيف ترون استعداداتكم لهذه المباراه؟ والله شوف الان احنا يعني لعبنا مباراتين، مباراه مقدمه مع محمد الشيخ مباشرة من الدمام، كيف تعلق على حديث فهد؟ تسمح لي بدر قبل لا أعلق على حديث الأستاذ فهد المدلج، أعلق على كلام الدكتور حافظ. كلام المدلج قد يتعلق بالأندية تحديدا، لكن كلام الدكتور حافظ يتعلق بكينونة كرة القدم السعودية، تواجد الكرة السعودية في المشهد الآسيوي. اللي قاله الدكتور حافظ المدلج أعتقد شخصيا أنه يدينه ويدين الاتحاد السعودي. اولا يدينه، من الواضح جدا ان هناك عدم تقاطع بينه وبين الاتحاد السعودي، رغم انه يفترض مرشح للاتحاد السعودي وممثل للاتحاد السعودي
في الاتحاد الآسيوي. حينما يتكلم أن الخطاب وصل الاتحاد دون أن يمر بالاتحاد السعودي، دون أن يكون لعضو المكتب التنفيذي، يعني المطبخ الآسيوي، المطبخ الآسيوي دون أن يكون على تماس مع الأندية الممثلة للمملكة في الاتحاد الآسيوي، أعتقد هذا إيدينا وإيدين الاتحاد السعودي اللي فقط صاير واضح أنه مجرد صادر ووارد لا أكثر ولا أقل. لم يتدخل في كل الإنذارات التي وجهت لنادي الاتحاد، لم يوقف هذا الأمر من جماهير نادي الاتحاد، رغم أن الإنذار الأخير كان يهدد بعقوبة منع الجماهير. لم يتدخل الاتحاد السعودي، وكان أحمد عيد مش معني بنادي الاتحاد ولا بالأندية الممثلة. الأمر الآخر واضح جدا أن نادي الاتحاد في غيبوبة إدارية واضحة دفع ثمنها هذا الفريق. الأمر الثاني، الدكتور حافظ المدلج يمارس معانا اليوم المثل اللي يقول رمتني بداءها وانسلت. أنت يا دكتور حافظ من دخلت الاتحاد الآسيوي قول لي إيش سويت، قول لي أنت الآن وين مصدر القوة للكرة السعودية في الاتحاد الآسيوي. لما احنا نجي نقارن بين فقيد عبدالله الدبل وبينك، لأن كان لنا وجود، كان لنا تأثير، كان لنا سلطة على القرار هناك، تقول لي والله نحتاج إلى نشط، أنت دخلت الاتحاد الآسيوي وأنت في أفضل أحوالك ونشاطك. شفنا صور في الانستغرام في مطاعم. طيب لحظة أستاذ محمد، خلني أقول أستاذ محمد الآن حلن نعرفه، يعني قوة الممثل دائما في أي دولة في الاتحاد الآسيوي، قوة الممثل هي من قوة اتحاده، صح؟ كلامك صحيح. شوف كلامك صحيح، يعني أنا أكون واضح معك، لما كان عبد الله دبل يتمث يعني لديه تلك القوة، كان في رجل اسمه فيصل بن فهد يدعمه بهذه القوة، لكن حتى مع رحيل الأمير فيصل بن فهد ظلت قوة عبد الله الدبل مع وجود الأمير سلطان، معنى ذلك أن لديه قوة شخصية بالدرجة الأولى ومن ثم القوة الأخرى. ولكن حافظ المدلج كان موجود، الأمير سلطان موجود، كان موجود الأمير نواف موجود، والضعف سنة بعد أخرى. وبالتالي قد يكون كلامه صحيح عن واقع تمثيلنا الآن وواقع إبراهيم الربدي، ما أقول صح أو غلط الآن، لكن أنا أقول له أنت أيضا عضو مكتب تنفيذي، يعني رجل يعني واضع يدك على تفاصيل الأمور في الاتحاد الآسيوي، إيش جنينة من وجودك؟ طيب اسمح لي أستاذ محمد، 2015 أنت راح أقاطعك، لا. بس أستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأستاذ إبراهيم بلوي. أستاذ إبراهيم مساء الخير. مساء النور عليك وعلى المشاهدين. أول شيء طمنا عن صحة فهد المولد. لا إن شاء الله فهد المولد إن شاء الله صحته كويسة، يعني ارتفاع درجة الحرارة إن شاء الله كم يوم يكون كويس إن شاء الله. لا زال في المستشفى هو أستاذ إبراهيم؟ إي لا نعم في المستشفى، لكن إن شاء الله بخير. إن شاء الله إن شاء الله صحته بخير إن شاء الله. طيب خليني أسألك عن رأي ذكره قبل شوي الأستاذ محمد الشيخ، قال أنه موضوع الاستئناف من أسباب العقوبة اللي وقع فيها نادي الاتحاد انه كان الاداره الاتحاديه كانت في غيبوبه. والله انا تدخلت معاكم احتراما لكم، وانا ما سمعت بالضبط ايش قال محمد الشيخ او ايش قال في البرنامج اي شيء، مع احترامي مع من محمد الشيخ او غيره. طبعا انا عندي بكره مباراه مهمه، مركزين وعازلين الفريق تماما عن اي شيء. طيب خليني اسالك عن المباراه، لنا بيان بعد المباراه بخيرها وبشرها، لنا بيان نوضح فيه كل شيء. طيب خليني أسألك عن المباراة أستاذ إبراهيم، يعني الاتحاد مثل ما يقولون مجرب ما شاء الله بتخطي الظروف القاسية، يعني خاصة في آسيا، يعني لنا مثل في 2004-2005. كيف أنت تشوف اليوم، كيف شفت لاعبين الاتحاد نفسيا؟ والله أنا الحمد لله شفتهم من وقت بعد مباراة العين، كانوا متعهدين على الفوز اليوم، كان يعني من يوم ما جينا جدا الحمد لله رب العالمين. أحب أطمن الجمهور السعودي والجمهور الاتحادي خاصة يعني أنه كل الأمور إن شاء الله ماشية كويس، النفسيات جدا عالية. أحب أشكر الأمير مشعل بن عبد الله أمير منطقة مكة، حيكون بكرة حاضر، وهذا أكبر دعم لنادي الاتحاد. والأمور أنا بالنسبة لي يعني أحب أطمئن الجماهير السعودية والاتحادية خاصة مطمئنة، وإن شاء الله إن شاء الله إذا ربنا راد إن شاء الله يا رب يكتب لنا بكرة. طيب أستاذ إبراهيم، في لا سمح الله ولا يعني ان شاء الله نشوف يعني الاتحاد في الدور نصف النهائي، لكن لا سمح الله لو حدث العكس، ما هو مصير الجهاز الفني؟ يعني ما انت الان كل بكره كل شيء في علم الغيب، ولكن احنا الجهاز الفني ثقتنا فيه، اللاعبين ثقتنا فيهم، يعني الامور هذه كلها يعني سابق الاوانها، يعني كل شيء يعني وقته، يعني اليوم
احنا لما جينا ترى جينا في اداره نادي الاتحاد يعني الكل كان عارف انه الاتحاد كان يعني يمر في مستويات وكان عنده منعطفات وكان عنده مشاكل كثيره. يعني اليوم اداره نادي الاتحاد او جماهير نادي الاتحاد ما تطلع كاس اسيا فقط لا غير، كانت في امور كثيره سواء للدوري، رجوع الاتحاد، الديون اللي كانت على الاتحاد. فصعب جدا اننا نقيم من تجربه يعني التصفيات او مباراه اسيا انه لازم اذا ما صار شيء انه يعني لازم انه والله الاداره تقيل مدرب او تقيل احد او شيء. كل يعني احنا دائما يعني لازم يثق المشجع الاتحادي بالذات انه ما جينا الا لانقاذ النادي. الحمد لله رب العالمين امورنا ماشيه تمام 100%. كنا سيئين في المباراه اللي فاتت امام العين، اغلاط يمكن فرديه، يمكن سوء تكتيك، لكن الحمد لله رب العالمين المدرب الان حافظ يعني فريق العين، اللاعبين عارفين فريق العين وين الخطوره وين الضعف. ان شاء الله انه نوعدهم بكره باذن واحد احد اذا ربنا اراد من المستوى ونتيجه ان شاء الله. ان شاء الله ونحن ايضا نثق فيكم استاذ ابراهيم ونثق بالفريق الاتحادي. وانا ان شاء الله وبعد ما اخلص المباراه لي رد على محمد الشيخ وعلى غيره ان شاء الله. ان شاء الله حيكون في تفاصيلكم. ان شاء الله ونتمنى لكم التوفيق وان شاء الله نبارك لك بكره استاذ ابراهيم ونبارك ايضا لشقيقنا فريق نادي الهلال. يا رب نتمنى لشقيقنا واشكر الامير عبد الرحمن المساعد اتمنى له التوفيق بكره ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك ابراهيم. فؤاد تعطيني لحظه ابغى اقفل مع محمد بس طبعا. محمد نفتح موضوع فهد المدلج، ابغى اخذ تعليقك حول فهد المدلج. أنا بجيك بدر اسمح لي في موضوع فهد المدلج، أنا بس أقول عن الدكتور حافظ، الدكتور حافظ مر على أساس عندي مواضيع كثيرة بس أستاذ محمد في يوم في جملة طيب. رئاسة الأمير سلطان أدين الأمير سلطان بخطاب من الاتحاد الآسيوي، في رئاسة الأمير نواف لم نشهد أي تغير، والآن في رئاسة الاتحاد أحمد عيد، أعتقد أنه 2015 لن يكون حافظ المدلج بخياره سيغادر، أعتقد أنه سيلزم على المغادرة إذا أردنا بالفعل حضور افضل. بالنسبه للاستاذ فهد المدلج، اعتقد الاستاذ فهد المدلج هو يمارس دوره المشروع في ان يبحث عن حقوق نادي وعن حقوق الانديه التي تتشابه في قدراتها الماليه مع نادي. اعتقد انه الاتحاد السعودي رابطه دوري المحترفين تحديدا حاولت تصل الى نقطه تلاقي مع الاستاذ فهد المدلج والمجموعه. بعض انا عندي اخبار مؤكده بعض الانديه التي تتكتل مع الاستاذ فهد المدلج قبلت بموضوع 50-50 مرة يعني راحت أبعد في التسوية مع الرابطة 60-40. لكن أيضا هناك تصلب واضح من الأستاذ فهد المدلج أنا أتفق معه، ولكن يجب في نهاية المطاف أن يصلوا إلى حل. لكن في النهاية إذا كان الحل قانوني عن طريق الجمعية العمومية أو كما أسمع أنهم سيوكلون محامي أجنبي للترافع ضد الرابطة في الفيفا، طالما الموضوع قانوني فليذهب إلى القانون، إحنا معاه في القانون. ولكن الأفضل أن يتنازل شوية ويتنازل محمد النويصر شوي ويوصلون إلى نقطة تلاقي لمصلحة الأندية، خصوصا الأرقام اللي أعلن عنها أرقام ثقيلة حينما يحصل المرتب 14 الأخير على 11 مليون والأول على قرابة 27 مليون، أعتقد أرقام منصفة ويمكن التسوية من خلالها. ممتاز، خليني أذهب إلى فاصل.